السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن تجربة اسمها الكوميت اساي، او اسم تاني سينجل سيل جل الكتروفريزز، يعني احنا بنعمل جل الكتروفريزز بسينجل سيل. الكوميت بشكل هو شكل مذنب اللي في الفضاء، واخد شكل هيد وتيل. الهيد بالنسبة لنا عبارة عن النيوكليوس، والتيل عبارة عن فراجمنتد دي ان اي، وده بيبقى شكل الكوميت تحت الميكروسكوب. تمام، الهيد اهي، ودي التيل، الهيد تيل هيد. نستخدمها علشان نشوف في دامج في الدي ان ايه بتاعنا ولا لا. طبعا زي ما احنا عارفين الدامج في الدي ان ايه بيبقى يا اما دبل ستراند بريك او سنجل ستراند او كده. طب ده بنشوفه ازاي؟ بنشوفه عن طريق ان احنا نعمل الكتروفريزز لسنجل سيل او لسيل واحده فقط. اتفقنا؟ دلوقتي هنتكلم عن اسباب ال دي ان اي دامج. اسباب الدي ان اي دامج بشكل عام ممكن تبقى بسببين او نوعين، انديجينس دامج واكسوجينس دامج. انديجينس دامج انه الدامج بيحصل بسبب حاجه داخليه جوه الجسم. زي ايه؟ زي رياكتيف سبيشيز او رياكتيف اكسجين سبيشيز. الرياكتيف اكسجين سبيشيز دي بتتكون داخل الجسم، بتسبب الفري راديكالز. الفري راديكالز بتروح تعمل دامج للدي ان ايه زي ما درسنا، او بسبب اي ماتيريال ثانيه الجسم بينتجها كاند برودكت. تمام. بالنسبه للاكسجين دامج، هو عباره عن اي دامج بيحصل بسبب عوامل خارجيه، بسبب مثلا راديشن، بسبب كيميكالز، بسبب فيروسز، لان توكسنز. الحاجات دي للاسف بنتعرض لها بشكل يومي تقريبا، ولكن احنا جسمنا بيعالجها بحاجه اسمها دي ان اي ريبير سيستم. الدي ان اي ريبير سيستم ده بيعالج اي دامج بيحصل لوحده في جسمنا. تمام. طيب لو حصل اي خلل في الدي ان اي ريبير سيستم ده والسيستم ما بقاش قادر ان هو يعالج الدي ان اي دامج، هنا بقى بيحصل الكانسر، بيظهر هنا الكانسر. تمام. طيب خلينا نشوف السنجل ستراند والدبل ستراند وانواع الدامجز اللي بتحصل. السنجل ستراند بريك اهو، في يعني البريك في ستراند واحده، دبل ستراند بريك في تو بريك في التو ستراند عفوا، او دامج بيز، البيز نفسها بيحصل لها دامج، او مس ماتش بيرنج بيحصل مس ماتش، او يعني تو انترا ستراند كروس لينكينج بيحصل انتر ستراند كروس لينكينج في نفس الستراند يعني، او بتوين تو ستراند. تمام. ودي دلوقتي هنتكلم عن الطريقه ازاي عملنا الكومنت اساي نفسه. قبل ما نتكلم عن الطريقه لازم احنا نعرف احنا بنشتغل على ايه، لان كل نوع معين من الخلايا بيبقى ليه بروتوكول. زي مثلا لو انا هشتغل على سيل كلتشر بيبقى ليه بروتوكول، لو هشتغل على تيشو اكستراكت بيبقى ليه بروتوكول، لو هشتغل على وايت بلاد سيلز بيبقى ليه بروتوكول. تمام. طيب انا شغلي كان على ايه؟ احنا اشتغلنا على السيل كالتشر فيلد. السيل كالتشر فيلد اللي هو السيل كالتشر يعني سيل مثلا لبريست كانسر، لليفر كانسر، لكولون كانسر، ايا كان النوع. طيب عملت ايه بقى في الاول خالص قبل ما احصل على الخلايا عشان اعمل الكومنت؟ في قصه كده صغيره لازم نقولها. القصه دي عباره عن انا عملت ايه في الخلايا عشان اقدر احصل عليها. في التيشو كالتشر او في السيل كالتشر فيلد بشكل عام بيبقى فيه كده قواعد معينه للشغل. عندي مثلا خلايا، الخلايا دي انا زرعتها في فلاسك، حطيتها في الانكوبيتر عند درجه حراره 37 درجه سيلزيه وكربون دايوكسيد 5%، وشفت ان البروليفريشن ريت بتاعها كويس. ببدا بقى ان انا اتابعها واشوف الرننج بتاعها كويس او لا، ازرع منها العدد اللي انا عايزاه في بليت معين. وبعد ما زرعت منها حطيت الدروت بتاعي اللي انا عايزه اشوف التاثير بتاعه على الخلايا، هيأثر ازاي، او هيكون في تاثير كويس قليل او مفيش تاثير خالص. كل ده بشوفه من خلال الاسايز اللي انا بعملها زي الكوميت اساي اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. حلو قوي. طيب انا خلاص وصلت ان الخلايا زرعتها، سبتها لمده 24 ساعه، حطيت الدروج الديوريشن بتاعتي كانت 48 ساعه او حسب بروتوكول كل واحد. حطيت الدراج وكل حاجة. بعد 48 ساعة بيبدأ هنا بقى الشغل عندي اللي هي تجميع السيل سسبنشن. خلاص بعد 48 ساعة بغسل بقى الخلايا، وبعد كده بحط التريبسن. التريبسن ده عبارة عن انزيم بيكسر البيبتايد بوند بين الخلايا وبعضها البعض، وبالتالي بيخلي الخلايا تقع منها على جدار الفلوسك.
وبالتالي بقى انا كده قدرت احصل على السيلز موجوده. طيب في بوينت هنا، البوينت دي مهمه جدا. انا في الكوميت اساي زي ما اتفقنا، الكوميت اساي ده بيقيس ايه؟ بيقيس الدامج بتاع الدي ان ايه، او في دامج في الدي ان ايه او لا. حلو، واحنا لسه قايلين ان التريبسين ده بيعمل ايه؟ التريبسين ده بيكسر الخلايا، او بيكسر عفوا البيبتايد بوند بين الخلايا. طيب مش لو فضل كتير او لو كان تركيزه كتير ممكن يعمل دامج بشكل غير مباشر؟ طب لو عمل دامج بشكل غير مباشر وكملت الكوميت اساي بتاعي، انا كده ببقى مش يعني مش واثقه هل الدامج ده بسبب التريتمنت اللي انا عملت له ابلاي، ولا بسبب ان التريبسين فضل زياده شويه. طيب في الحاله دي بعمل ايه؟ في الحاله دي بخلي التريبسين بتاعي بيبقى الكونسنتريشن بتاعه اقل شويه. يعني انا مثلا لو بحط 200 مايكرون من التريبسين، لا احط 100 مايكرون من التريبسين واخففه ب 100 مايكرون زيه من البي بي اس مثلا، تمام؟ وبالتالي انا كده خففت التريبسين وخليت اقل كميه منه او اقل تركيز منه يديني الافكت اللي انا عاوزاه، اللي هو جاست يشيل الخلايا من على سطح الفلاسك او سطح البليت بتاعي. جميل. طيب انا خلاص شلت عملت تريبسونايزيشن او شلت الخلايا بتاعتي من على الفلاسك، عايز ان انا اعدها، لازم اعد الخلايا. طيب في التيشو كالتشر فيلد عشان تعد بنستخدم حاجه اسمها هيموسايتومتر، وبتصبغ الخلايا بالتريبان بلو. التريبان بلو دي صبغه الديد سيلز بتصبغها، بيبقى شكل النيوكليس بتاعها لونها ازرق، لكن الفايبل او الخلايا العايشه ما بيبقاش ليها لون. وبالتالي انا كده بقدر اميز تحت الميكروسكوب، وابقى عامل كده جدول صغير اكتب الفايبل سيل والديد سيل واكتب ارقامهم. لو انا طبعا انا متامل مثلا انه التريتمنت بتاعي هيعمل افكت بان هو يعمل دامج، ده معناه ان انا هشوف الديد سيلز عددها المفروض يبقى اكبر من الخلايا العايشه، تمام؟ دي كده بوينتس بتاشر التجربه هتمشي ازاي بعد كده ان شاء الله. فانا لازم ابقى واخد بالي من كل نقطه، تمام؟ طيب خلاص انا كده جمعت الخلايا وعديت، عفوا عديت الخلايا جمعتها وعديتها وشفت العدد بتاعي اللي انا عاوزاه. لازم مثلا وانا عامله كذا كذا جروب مثلا كنترول ونص الاي سي 50 والاي سي 50، ببقى واخد نفس العدد في كله بحيث ان انا اثبت كل الكونديشنز بتاعتي وما يبقاش عندي اختلاف في عدد الخلايا، تمام؟ يبقى لازم عدد الخلايا ثابت في كل. خلاص انا كده جمعت الخلايا وعدتهم وبقوا جاهزين خالص ان انا ابدا احطهم في الاجاروز بتاعي. احنا عندنا نوعين من الاجاروز، نورمال اجاروز، نورمال ميلتنج اجاروز، ولو ميلتنج اجاروز. النورمال ميلتنج اجاروز ده انا بحضره بيبقى نسبته او تركيزه 1%، تمام؟ بدوبه في ميه. بحضره طبعا ببقى مجهزه الكوميت السيده البفرز بقى والحاجات دي كلها قبلها بيوم، لان هو consuming a lot of time يعني. بحضره وبجهزه خلاص. وتاني يوم بقى عشان ابدا التجربه ببدا من اول اليوم بطلع الحاجه عشان تفك، بحطها في الووتر باس عند درجه حراره 37، ده بالنسبه للنورمال ميلتنج اجروز. طب انا معايا السيل سسبنشن بتاعي دلوقتي بعمل فيه ايه؟ وانس ان انا خلاص جهزته، باخد مثلا العدد وليكن مثلا عدد معين حجمه كان 10 مايكرون، اخدت ال 10 مايكرون دول حطيتهم في اللو ميلتنج اجروز اللي هو نسبته او تركيزه كام؟ 5 من 10%. اللو ميلتنج اجروز احطه مثلا اخد منه 740 مايكرون، بحيث انه اللو ميلتنج اجروز اللي هم 740 مع ال 10 يبقوا 750، تمام؟ طيب في نقطة، ان انا النورمال ميلتنج اجروز، عفوا النورمال ميلتنج اجروز لما حضرته وخلاص فك وكل حاجة، ببدأ اعمل سبريد على السلايد زي ما احنا شفنا في الفيديو. والسلايد هنا يا شباب ما بتبقاش سلايد عادية، بتبقى سلايد مخصصة للإلكتروفوريسز، تمام؟ وهنشوف شكلها في الآخر لو انتم مش ملاحظينها في الفيديو، تمام؟ أول حاجة فردت بقى النورمال ميلتنج اجروز بتاعي مينيموم، يعني بفرد ب 1 مللي او 1000 مايكرون، يعني اللي هو 1000 مايكرون، او مش شرط تبقى محدد برقم. الفكره كلها انت بالاوبتمايزيشن بتاعك على السلايد، شفت مثلا بتاخد 750 بتاخد 1000 ايا كان. احنا عملنا اوبتمايزيشن كتير للخطوه دي، لان الخطوه دي كانت بتسبريد وبعد كده بتحطها في كفر سليب وحاجات كده، ولكن كانت افضل طريقه احنا عملناها كانت هي سبريد دايركتلي من البايبت على السلايد. خلاص عملنا سبريد للنورمال ميلتنج اجروز، بنستناه لغايه ما يجمد، يا اما بنحط مثلا كده تلج ونحط فوقه فويل ونحط عليه السلايد، يا اما بنحطه في الفريزر زي ما شفنا في التجربه اللي احنا عملناها في الفيديو.
تمام. طيب يبقى كده اول طبقه كانت هي ايه، نورمال ميلتنج اجاروز. تاني طبقه هي عباره عن ايه، عباره عن اللو ميلتنج اجاروز اللي فيه السيس سسبنشن بتاعي، تمام. وبرده ستيل احنا مش متحكم، يعني مش شرط يبقى 740 740، يعني على حسب انت شايف 750 اوكي 740 تمام. الفكره كلها اللي هيفرق معايا هو السيل سسبنشن بتاعي، العدد بتاعي والحجم بتاعي لازم يبقى واحد في كله. جميل. فردت بقى اللو ميلتنج اجاروز ده، واللو ميلتنج اجاروز بالمناسبه يا شباب احنا بنحضره في بي بي اس مش في ميه. المهم بقى حطينا اللو ميلتنج اجاروز اللي هي الطبقه الثانيه، وسبناها برضو يجمد في الفريزر. وبعد كده بنحط الطبقه الثالثه اللي هي عشان تحمي الطبقه اللي فيها السيل سسبنشن بتاعي. فبقى كده عندنا ثلاث طبقات. يبقى تاني اول طبقه نورمال ميلتنج اجروز، تاني طبقه اللو ميلتنج اجروز اللي فيه السسبنشن بتاعي، تالت طبقه اللو ميلتنج اجروز الثانيه، الثانيه من اللو ميلتنج اجروز. جميل. خلاص احنا كده الخلايا بقى، عفوا السلايد بقت جاهزه، و الجل عفوا الاجروز سوليدفايد خلاص. بعد كده بنعمل ايه بقى، بنحطها في اللايسس بوفر. طيب اللايسس بوفر ايه وظيفته يا ترى؟ من اسمه لايسس، فاكيد هيعمل لايسس لحاجه معينه. اولا اللايسس بوفر لازم يبقى سائع، يعني احنا محضرينه سائع تمام. ولازم لما نحط السلايد فيه يبقى نحطه في درجه حراره 4 درجه سلزيه، يعني في الثلاجه، وفي دارك بليس طبعا احنا بنقفل الثلاجه بيبقى ضلمه جوه. طيب ايه هي بقى وظيفه اللايسز؟ احنا عرفنا ان اللايسز بوفر بيعمل لايسز. طب بيعمل لايسز لايه؟ طبعا الخليه مفيش فيها دي ان ايه، بس اكيد فيها خلايا فيها حاجات تانية كتير. فهو بيبدا بقى يكسر السيل ميمبرين، يشيل اي حاجه مثلا في الخليه مش التارجت بتاعه، التارجت بتاعه هو عباره عن دي ان ايه، وبيبدا يجهز لك الدي ان ايه علشان لما يتعرض للالكتروفريزز يقدر يبقى سهل ان هو يحصل له انوايندنج، يحصل له مايجريشن اند سو اون. جميل. طيب بعد ما حطيناه بقى في اللايسس بوفر لساعتين، هنيجي دلوقتي للشكل اللي اللايسس بوفر بيعمله تمام. بيحوله من سوبر كويلد لريلاكسد فورم، وبعد كده بيعمل له انوايندنج زي ما احنا شايفين في الصوره هنا. بيبدا يعمل انوايندنج للدي ان ايه بحيث ان هو يسهل عمل الالكالاين بوفر انه يعمل له زي يفرده زي ما هنعرف. هنحطه في الالكالاين بوفر. الالكالاين بوفر البي اتش بتاعته طبعا لازم تبقى الكالاين، يعني اكبر من 13، او يعني تبقى 13 مثلا او اكبر من 13. بنسيبه قبل الالكتروفريسز حوالي 20 دقيقه في الالكالاين بوفر برده في الثلاجه، بيبقى ساقع. جميل. طيب ليه بنحطه في الالكالاين بوفر؟ عشان يساعد برده في المايجريشن بتاع الدي ان اي، لان انت عندك دامج دي ان اي. طبعا انا بتكلم عن السيلز اللي حصل لها تريتمنت، اللي فيها تريتمنت، والتريتمنت ان شاء الله مؤثر تاثير كويس انه عمل لها دامج. طبعا ده بالنسبه للكانسر، يعني تريتمنت دي ان شاء الله انتي بوتنشال اكتيفيتي، انتي يعني بوتنشال اكتيفيتي فور انتي كانسر اكتيفيتي، وبالتالي ان شاء الله بيكون عامل دامج للدي ان اي. جميل. طيب فدي وظيفه الالكالاين بوفر. انا حطيته خلاص 20 دقيقه في الالكالاين بوفر، ببدا بقى اشغل اليونت بتاعتي. طبعا انا بحط من الاسود للاحمر، من النيجاتيف للبوزيتيف. هو نيجاتيف تشارجد فهيمشي من النيجاتيف للبوزيتيف تمام. بحطه في اليونت بتاعتي، وانا بحط السلايد زي ما شفنا في الفيديو اخد بالي ما اعملش بابلز، ما يكونش في بابلز يعني بين السلايد وبعضها البعض، بحطها بالراحه جدا. التعامل بيبقى بالراحه، معايا الفورسبس بتاعتي، جلوفز، اند كل البروكوشنز بتاعتي. خلاص حطيته بقى في الالكتروفريز. طبعا بحطه في الثلاجه، او مش شرط في الثلاجه، هي الفكره كلها ان يبقى فيه كونديشنز ساقعه، فاما بره مثلا وانت متاكد انه هتحافظ على الكونديشنز الساقعه دي، يا اما اسهل لك تحطها في الثلاجه زي ما شفنا في الفيديو. بنظبط عند 24، اليونت عند 24 فولت و 300 ملي امبير لمده نصف ساعه. بعد كده الالكتروفريسس خلاص حصل، يعني احنا كده بنتخيل بقى هو حصل ايه في السيلز. هو خلاص احنا عملنا اللايسز، اتكسر كل الكومبوننتس خرجت او اتكسرت، والتارجت بتاعنا دي ان ايه بدانا نفكه كده بالراحه. بعد كده حطينا في الالكالاين. طيب الالكالاين ده هيعمل المايجريشن او يساعد المايجريشن اكتر، يفرد الدي ان ايه، فهتخيل كده انه بدا يتكون هيد وتيل للدي ان ايه. خلاص تمام كده. نوصل بقى لمرحله النيوتراليزيشن بوفر. النيوتراليزيشن برضو من اسمه بيقول ايه، بيعمل نيوتراليز. ليه؟ يعني انا كنت حاطه في الكالاين، الكالاين بي اتش 13 او اكبر من 13، وبالتالي النيوتراليز بوفر هنا بيعمل ايه، بيخلي البي اتش 7. طبعا بعمل الحركه دي ثلاث مرات،
بغمسه كده في النيوتراليزيشن بافر 3 مرات، بشيله وبحطه بشيله وبحطه بشيله وبحطه، وبنشف بين كل مره ومره، او مش بنشف يعني، بوقفه كده زي ما شفنا في الفيديو، واعمل كده في المنديل من تحت علشان ما يبقاش فيها ميه او النيوتراليزيشن بافر عفوا، وبكده انا ابقى عملت خطوه النيوتراليزيشن. طيب بعد كده بعمل ايه؟ الخطوه الجايه ان انا بجيب ايس كولد ميثانول او ايثانول ابسوليوت طبعا، واحطه في لمده 20 دقيقه عشان يعمل دي هايدريشن. جميل. طيب اخر خطوه بقى ان انا بعمل ستيننج. بعمل ستيننج بايه؟ بعمل ستيننج بالافيديوم برومايد. الافيديوم برومايد يا جماعه ده كارسينوجينيك، لازم نخلي بالنا احنا بنشتغل جلوفز، البنش اللي انا شغاله عليه زي ما شفنا في الفيديو، احاول استخدم حاجات اقدر ارميها، ما قدرتش ارميها مثلا بايبت او تيب او كده، ما قدرتش ارميها اغسلها كويس جدا جدا، لان ممكن اللي بعد يستخدمها ويكون فيها بواقي او حاجه تضر او تاذيه، وبالتالي لازم ابقى واخده بالي من الخطوه دي كويس. بعمل ستيننج بسيبها 5 دقايق، بعد كده بحطها في ميه مقطره ساقعه عشان اشيل الاكسس من الستين ده، وبغطيها بقى بالكفر سليب واوديها للميكروسكوب، او يعني اشوفها تحت الميكروسكوب، واخد بقى الصور بتوعي ان شاء الله تبقى كويسه. دي يا شباب بقى التحضيرات بقى الاجاروز والبافرز، ودي شكل السلايد اهي يا شباب شايفين، بوزيتيف بوزيتيف، دي مخصصه للالكتروفيسز، دي كل التحضيرات بقى ممكن تبقى عليها اللي احنا استخدمناها. طيب الريزلتس بقى يا شباب، الريزلتس بقى شايفين الشكل هنا عامل ازاي. دي الدامج سيل، الدامج سيل هي النيوكليوس، نيوكليوس اهي والتيل اهو، نيوكليوس اهي والتيل اهو، ده معناه انه حصل دامج للسيل وبالفعل كون نيوكليوس وفراجمنتد تيل. طيب دي بقى دي سيل برضو بس ما حصلهاش دامج. ليه ما حصلهاش دامج؟ لان مثلا التريتمنت ما قصرش، او دي اوريدي ما كانش عليها تريتمنت، وبالتالي هي شكل خليه طبيعيه جدا مفيش فيها اي تاثير، وبالتالي ما كونتش شكل الكومت. وده الكنترول، ده الكنترول انت المفروض تبقى بتقارن عليه. دلوقتي هنشوف رسم كده توضيحي لمعرفه الفرق بين الانتكت والدامج دي ان اي. ده الانتكت دي ان اي، ده دي ان اي سليم مفيش فيه اي مشكله، ده بقى الدامج دي ان اي متكسره زي ما احنا شايفين. ده رسم كروكي كده سريع يوضح الفرق بينهم زي ما شفناهم. وبكده احنا خلصنا تجربه الكوميت اساي. لو عايزين اي استفسار ممكن ترفعوا اسئلتكم، وبتوفيق ان شاء الله. مع السلامه.